السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة وطالبات وأولياء أمور الصف السادس الابتدائي. أهلا بحضراتكم معانا في قناة مصر عمر رجب تو مع حضراتكم مسح برجب. مكملين مع حضراتكم حل وشرح منهج الترم الأول من كتاب الأضواء جم 2022 للصف السادس الابتدائي. وبذكر حضراتكم لو مهتمين بمناهج المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية تشتركوا في قناتنا الأولى قناة مصر عمر رجب، القناة رائعة وممتازة وتعجبكم بإذن الله. هنسيب لكم الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف. دلوقتي يلا بينا نبدأ النهاردة إن شاء الله، هنبدأ مع بعضينا يونت 2 الوحدة التانية. والنهاردة حبايبي عندنا يونت 2 الوحدة التانية وعنوانها in the restaurant. in the restaurant يعني في المطعم، وسبق وحليت معاك وهنا برضو على القناة من كتاب الأضواء جيم الوحدة الأولى. طبعا بذكركم برضو ان انا هنا على القناة بحل واشرح جميع صفوف المرحلة الابتدائية من جميع الكتب الايه الخارجية. يبقى احنا عندنا النهاردة الوحدة عنوانها in the restaurant يعني في المطعم. ونبدأ حبيبي مع بعضنا lesson 1 الدرس الاول. دايما الدرس الاول بيكون عبارة عن ايه conversation term اللي هو درس المحادثة. الكلام ده page number 74 صفحة ايه 74 عندنا هنا في الملخص. وطبعا قبل ما نرى المحادثة نشوف الكلمات المهمة اللي عندنا في الدرس. من فوكابلري الكلمات الرئيسية عندنا مطعم ريستورانت ريستورانت ريستورانت. ناقص طبعا عندي ثلاث مستويات للطهي. ناقص الطهي او غير طهي او غير ناضج الطهي اسمها ايه رير رير رير. عندنا بطاطس مخبوزة يعني ايه سنسدة بيك دي بيتاتو بيك دي بيتاتو بيك دي بيتاتو. اليوم توداي توداي توداي. كرات اللحم يعني ايه ميت بولز ميت بولز ميت بولز. لذيذ ديليشيوس ديليشيوس لذيذ ديليشيوس. طبعا عندي السي اي هنا بجيب ايه حرف الشين ديليشيوس. طيب جاهز او مستعد ريدي ريدي. متوسط الطهي انا خدت ايه ناقص الطهي يعني ايه رير. المتوسط يعني ايه ميديوم ميديوم ميديوم. عشان ما نتوهش من بعض عند المستوى الثالث من الطهي اللي هو مطهو جيدا يعني ايه ويل دان ويل دان. يبقى عندنا رير ميديوم ويل دان. نكمل ماذا عن هاو اباوت هاو اباوت هاو اباوت. خاصه مميز سبيشال سبيشال برضو سي اي بتجيب ايه عارف الشين سبيشال. جيد جود جود جود. شريحه لحم بقري ستيك ستيك ستيك. قلنا مطهو جيدا يعني ايه ويل دان ويل دان. سلطه سالاد سالاد سالاد. مكرونه سباجيتي سباجيتي. طبعا هنا الاتش سايلنت سباجيتي سباجيتي. في حاله مزاجيه او مزاج يعني ايه مود مود. ويتر اللي هو ايه الجرسون ويترس جرسونا ويتر جرسون ويترس الجرسونا. اورس رايس رايس. قائمه الطعام منيو. لما ادخل اي مطعم بيديني قائمه فيها قائمه الطعام وانا بختار منها ايه الطعام اللي انا ايه عايز اتناوله في المطعم. منيو منيو. جائع هانجري هانجري هانجري. شوربه يعني ايه سوب سوب سوب. كونجيجيشن اوف فيربس تصرفات الافعال. عندنا ريجولار فيربس افعال منتظمه اللي هي باضافه دي بجيب منها الماضي ايه باضافه دي للفعل او اي دي او اي اي دي. لما انا بضيف النهايات دي للفعل بحوله من بريزنت الماضي بحوله من المضارع لايه للماضي. زي ايه الافعال العاديه عندنا يطلب اوردر 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 الماضي منها اوردرد اوردر ضاف لها اي دي. يبدو لوك لوك الماضي منها ايه لوكت لوكت. عندنا ساوند يبدو ساوند ساوند الماضي ايه منها ساوندد ساوندد. يريد وانت وانت الماضي منها ايه وانتد وانتد. الافعال الغير منتظمه او الشاذه اللي قلنا ايه بيبقى لها كلمه مضارع وكلمه تانية ماضي زي ايه يعتقد او يفكر يعني think think. تيتش هنا بتجيب ايه س think الماضي منها ايه thought thought thought. الجي اتش هنا ايه silent. عندي تعبيرات مهمه بيقول لي ايه I'll have او I'll take الاثنين معناهما من عند have يعني يملك او عنده لكن مع الاطعمه والمشروبات معناها يتناول. I'll have او I'll take معناها ايه ساتناول او ايه ساخذ. in the mood for ده تعبير كده على بعضيه لازم يجوا مع بعض كده اسمه ايه اشتهي او في حاله مزاجيه لي يعني عندي رغبه ان انا اكل الحاجه دي النهارده واعمل الحاجه دي النهارده. in the mood for يبدو شهيا it looks delicious it looks delicious. يبدو جيدا يعني sound is good sound is good. تفضل here you are here you are.
الصفحة اللي وصلها بيج نمبر 75. بيقول لي ايه characters of the conversation اللي هم ايه شخصيات المحادثة. عندي اويتر اللي هي الجرسونة، اومان سيدة، امان رجل. دول الشخصيات اللي عندنا في المحادثة. تعالوا نشوف المحادثة بتتكلم عن ايه. بيقول لك امان and a woman، رجل وسيدة، are at the restaurant، في المطعم. They are hungry، هم جعانين. The woman، السيدة، will have a steak، سوف تتناول شريحة لحم ايه بقري. A baked potato، بطاطس مخبوزة، and salad، وكمان معها ايه سلطة. The man will have spaghetti and meatballs، والرجل هيتناول ايه وكنا سباجيتي وكرات اللحم. يلا بينا نشوف المحادثة مع بعضنا. بيكشن نمبر 1، الناديلة او الجرسونة بتسألهم بتقول لهم ايه، هالو مرحبا، ار يو ريدي تو اوردر، ار يو ريدي تو اوردر، هل انتم مستعدون لطلب الطعام؟ ردوا قالوا ايه، اي ثينك سو. مين اللي ردت؟ السيدة، اعتقد ذلك. ايل هاف ا ستيك، I think so. I'll have a steak. أعتقد ذلك سأتناول إيه شريحة لحم بقري. فالجرسونة بتقول لها بقى الصورة التالتة، rare, medium or well done. يعني الشريحة اللي أنت عايزها للستيك دي، عايزها rare غير ناضجة، ولا medium متوسطة الطهي، ولا well done اللي هي إيه مطهو جيدا؟ قالت لها بقى medium please، متوسطة الطهي من فضلك. عايزة إيه كمان معاها؟ and a baked potato. And a baked potato، وكمان عايزة معاها بطاطس مخبوزة في الفرن. تمام؟ بتسأل الجرسونة بتقول لهم ايه، How about a salad؟ How about a salad؟ ماذا عن السلطة؟ نقلب الصفحة. ردت السيدة وقالت لما سألوها عن السلطة قالت ايه، Sounds good، يعني يبدو ايه جيدا. طيب الراجل بقى بدأ يتكلم عندنا في الصورة السابعة، picture number 7. What's today's special؟ What's today's special؟ ما الطبق المميز اليوم؟ يعني كل مطعم كده بيبقى عنده ايه كل يوم، او يعني بيخصصوا كده طبق ايه لليوم ده. بيقول لها ايه الطبق الخاص عندكم النهارده؟ قالت له ايه، سباجيتي اند ميت بولز. طبقنا الخاص النهارده سباجيتي اند ميت بولز، يعني سباجيتي وكرات الايه اللحم. قال لها جود، جيدا. اي ام ان ذا مود فور سباجيتي، انا في حاله مزاجيه لتناول ايه السباجيتي. اي هاف ذات، ساتناولها. خلاص انا هاخد السباجيتي مع الميت بولز. جابت الاكل وقالت لهم ايه، هير يو ار، يعني ايه اتفضلوا. تمام؟ فالراجل قال لها ايه، ثانكس ات لوكس ديليشس، يعني ايه شكرا يبدو ايه الطعام شهيا. ثانكس ات لوكس ديليشس. كده انتهت المحادثه. ايه رايكم؟ سهله جدا وبسيطه. عندي كده شويه كده نوتس ملاحظات، وانا برده هتلاقيني قلت لكم عليها وانا بره المحادثه. بيقول لي ايه، بلاحظ ان حرفي تي اتش في كلمه ايه ثانك يعتقد بتنطق حرف الثاء، قلناها. لاحظ ان حرف الاس في كلمه بليز ينطق زد. تمام؟ عشان جاي ايه بين حرفين متحركين اللي هما الاي والاي. بعد كده بيقول لاحظ ان حرفي الساء في كلمه ديليشس وسبيشال بينطقوا ايه، شا، قلناها برضو. لاحظ ان حرف الاتش في كلمه سباجيتي لا ينطق لانه ايه سايلنت، برضو قلناها. هنقلب الصفحه، نيجي لصفحه ايه بي نمبر 78، صفحه 78. عندي تشيك بوينت، عندي كده ايه سؤال كده في الصفحه من تحت بيقول لي لسن كومبليت، استمع الى معلمك واكمل محادثه بتوين ويتر الجرسون ومروه. الجرسون بيسأل مروة بيقول لها ار يو ريدي تو اوردر، هل انت مستعد للطلب؟ قالت له ايه، اي ثينك سو، اعتقد ذلك. ايل هاف ا ستيك، هتناول شريحه ايه لحم. طيب قال لها رير، ميديوم اور ويل دان، ناقصه كلمه ويل. بعد كده قالت له ايه، ميديوم بليز اند ا بيج دي بوتيتو، وبطاطس ايه مخبوزه. بدا يسالها الجرسون بيقول لها هاو اباوت ا سلطه، كلمه اباوت يعني ماذا عن السلطه. طبعا هاو اباوت بيستخدمها ايه لعمل الاقتراح. تمام؟ عندنا بين نمبر 79 صفحة 79، conversation time exercise، استمعت على الدرس الأول درس المحادثة. وأول سؤال listen and circle، بنسمع لسؤال بيجبت وبناء عليه بختار من عندي A أو B. يلا اسمعوني كويس، listen to me carefully. نمبر 1، السؤال الأولاني، what do you want to eat؟ what do you want to eat؟ ماذا تريد أن تأكل؟ a steak and a baked potato، أنا عايز شريحة لحم وبيك دي potato اللي سمعناه طبعا A. السؤال الثاني سنة ستة، how about a salad؟ ماذا عن السلطة؟ no thanks، no thanks. فين اللي سمعناها؟ no thanks. 3، what's today's special؟ what's today's special؟ ما هو الطبق الخاص اليوم؟ قال له ايه؟ meatballs and salad. السؤال اللي سمعناه what's today's special. نركز في السؤال الرابع، are you ready to order؟ I think so. are you ready to order؟ ده السؤال اللي سمعناه. السؤال الثاني برضه لسه ان كومبليت، عندنا محادثه بين ويتر اند كريم.
الويتر بيسأل كريم هلو are you ready to order؟ قال له ايه؟ I think so، اعتقد ذلك. I'll have a steak. قال له ايه؟ how about a salad؟ طب ماذا عن السلطة؟ كلمة how about. قال له sounds good، what's today's special؟ ما هو طبق الخاص اليوم؟ what's today's special؟ تمام؟ قال له ايه؟ spaghetti and meatballs، الاسباجيتي وكرات اللحم. قال له good، I'm in the mood for spaghetti. قلبنا الصفحة بيد نمبر 80 صفحة 80 هنلاقي السؤال التالت الشوز ذا كوركت انسر. I will not a salad. I will a have has having had. طبعا بعد will يأتي الفعل في المصدر، وعند المصدر الفعل عندي كلمة have اللي هي يملك أو يتناول. A not is a kind of meat. إيه هو اللي نوع من اللحمة؟ سلط ولا سباجيتي ولا ستيك ولا أبل؟ طبعا الستيك هو إيه؟ نوع من أنواع اللحمة. Do you want to أو do you want the steak؟ أنت عاوز الستيك ده إيه؟ نقط medium or well done، baked ولا rare ولا special ولا ready؟ طبعا عندنا rare، قلنا عندي تلات مستويات للطهي، rare medium well done. 4 I'm not the mood for spaghetti. I'm a on ولا at ولا off ولا in؟ طبعا إيه؟ I'm in the mood for، لازم أحفظها كده، يجي قبلها in وبعدها إيه؟ for. بعد كده حبايبي بيقول لي إيه؟ she ordered، هي طلبت انواع بوتيتو، روست ولا باي ولا بيكد ولا سوب؟ طبعا ايه؟ بيكد بوتيتو. ار يو ريدي، اوردرينج ولا اوردرد ولا تو اوردر ولا اوردر؟ طبعا ار يو ريدي تو اوردر عندنا كده في المحادثه. اي ام ان ذا نوت فور ميت بولز، وود ولا مود ولا مون ولا بوك؟ طبعا ايه؟ مود. اي ام ان ذا مود فور ميت بولز، يعني ليا مزاج ان انا اكل الايه؟ الميت بولز. ات نوت ديليشس، لوك looking looks to look. طبعا ايه؟ ات بتاخد الفعل مضافا له اس في الموضوع، تبقى ات لوكس ديليشس لانها مفرد. السؤال الرابع سيركل زود ويت الريبليسد ويز اكوركت وان، هنعمل درع كلمه مختلفه ونجيب كلمه بديله ليها. ستيك شريحه لحم، اسباجيتي سباجيتي، سلطه سلط، مود اللي هو حاله مزاجيه. ليه؟ طبعا دي كلها اكلات، نقول مثلا ايه؟ بريد خبز، اي حاجه بتتاكل. ريستورانت مطعم، ميوزيوم، متحف، ريدي جاهزه ومستعد، هوتل اللي هو الفندق. طبعا دي كلها اماكن، عايزين مكان نقول مثلا ايه؟ سكول مدرسه او اي مكان انت حافظه. هانجري جائع، ثينك يفكر او يعتقد، ثيرستي عطشان، ديليشس لذيذ. طيب دي هي المختلفه عشان دي فيرب فعل ودول ايه؟ صفات. نجيب صفه نقول مثلا ايه؟ جود. بعد كده لوكد اللي هي ايه؟ نظره مثلا، هاف يتناول، وانتد اراده، ساوندد الماضي من كلمه ساوند اللي هي يبدو. طبعا دي المختلفه هجيب الماضي منها، مختلفة ليه؟ عشان دول أفعال في الماضي ودي في المضارع، هجيب الماضي منها يبقى كلمة إيه؟ هاد، لأن الماضي من هاف هاد. أوردر يطلب، ووتر الجرسون، بيكر خباز، بربر اللي هو الحلاق. طبعا دي مختلفة عشان دي جوبس وظائف، نقول مثلا إيه؟ دكتور طبيب. بيت نمبر 81 صفحة 81 عندنا القطعة. لاست ويك الأسبوع الماضي ماي فريند أند أي صديقي وأنا ووك تو ريستورانت، مشينا ورحنا فين؟ المطعم. The restaurant was clean، المطعم كان نظيف، and the food smelled good، smelled يعني ايه؟ رائحته جيدة، الطعام كانت ريحته حلوة. When we reached، reached يعني يصل إلى، لما وصلنا، there هناك، the waiter الجرسون came at and asked وطلب أو سألنا what we wanted to eat، ماذا نريد أن نأكل، and drink ايه؟ ونشرب. أحمد ordered fish and rice، أحمد طلب رز وسمك. I ordered spaghetti، وأنا طلبت spaghetti and meatballs وكرات اللحم. Then we asked the waiter to bring us orange juice، طلبنا من الجرسون إن هو يحضر لنا إيه؟ orange juice اللي هو عصير البرتقال. We returned يعني إيه؟ يعود إلى home، عدنا إلى المنزل، كلمة يعود يعني return home at 5 o'clock، رجعنا البيت بالظبط الساعة كام؟ 5 تماما. الأسئلة بقى اللي بنجاوب عليها، أول سؤالين تشوز. They went to the restaurant، هما راحوا المطعم. On foot على الأقدام، باي كار بالسيارة، باي ترين بالقطار، ولا باي باص بالأتوبيس؟ هما عندي كلمة وجد في أول سطر يعني مشينا، يبقى هما إيه؟ On foot يعني سرا على الأقدام، ما خدوش أي وسيلة مواصلات. The restaurant was، المطعم كان إيه؟ dirty متسخ، busy مشغول، clean نظيف، ولا small صغير؟ طبعا كان إيه؟ كان clean. Where did they go to؟ When did they go to the restaurant؟ متى ذهبوا إلى الريستورانت؟ هنقول ايه بقى؟ they، واجيب الماضي من go تبقى ايه؟ went. راحوا امتى؟ last، اول كلمة عندي
في القطعة last week الأسبوع الماضي. السؤال الثاني what did أحمد order؟ نقول أحمد order هتبقى ordered. أحمد طلب إيه؟ fish and rice. rearrange عدد الترتيب. today's what's special. what's today's special. what's today's special. I'll have سوف أتناول a baked potato. تمام. البونكتويشن I'm in the mood for spaghetti. عندنا الاي اول كلام هعمل اي كابيتال علشان مش معمولة وفي الاخر احط النقطة اللي هي الفول الصف عشان دي جملة عادية. Are you ready to order؟ عند الاي اول كلام هعملها كابيتال لتر وفي الاخر هنحط question mark لان ده ايه سؤال. دلوقتي وصلنا ل listen to الدرس التاني word time درس الكلمات page number 82 صفحة 82. الكلمات يلا عندنا food and drinks يعني ايه اطعمة ومشروبات. اول حاجة عندنا ماء water water. عصير ليمون lemonade lemonade lemonade. roast beef اللي هو لحم بقري مشوي roast يعني مشوي roast beef roast beef roast beef. عندي ديك رومي مشوي او محمر roast turkey roast turkey roast turkey roast turkey. شرب الدجاج chicken soup chicken soup chicken soup. سلطة فواكه fruit salad fruit salad fruit salad. عصير برتقال orange juice orange juice orange juice. قهوة كافي كافي. خبز bread bread. فطير التفاح apple pie apple pie apple pie. هقرا مرة تاني ماء water water. عصير ليمون lemonade lemonade. roast beef roast beef roast beef لحم بقري مشوي roast turkey roast turkey roast turkey. chicken soup chicken soup chicken soup. fruit salad fruit salad fruit salad. orange juice orange juice orange juice. قهوة كوفي قهوة كوفي. خبز بريد خبز بريد خبز بريد. apple pie apple pie apple pie. دي كلمتنا. الصفحة اللي قصادها 83 83 عندنا extra vocabulary يعني كلمات إضافية زي ايه بطاطس مقلية فرنش فرايس فرنش فرايس فيل فيل. hot dog hot dog hot dog. عائلة family family. الليلة tonight tonight. غدا tomorrow tomorrow. conjugation of verb صرفة الأفعال. يستأجر يعني مثلا يستأجر فيديو يعني rent rent. الماضي منها rented rented. irregular أفعال شاذة زي ايه يشرب drink drink. الماضي منها ايه drank drank. تعبيرات عندنا لا أعرف I don't know I don't know. الكاهنة silent I don't know. رنت فيديو يعني ايه يستأجر فيديو رنت فيديو. يشاهد فيلم سي فيلم. ملاحظات لاحظ ان حرفي سي اتش في كلمه فرنش بنطق اتش فرنش فراي فرنش فرايس. تمام تشيكن. طيب لاحظ ان حرف الكاف كلمه نو سايلنت قلنا عليها. حرف الدي اتش في كلمه تونايت مش بيتنطق في اي كلمه بيجوا ورا بعض مش بننطقهم. لاحظ ان حرفي الاس يو في كلمه شرب بيجيبوا ايه حرف الشين. تمام يلا بينا دلوقتي نشوف ايه الورد تايم اكسرسايز السمينات على درس الورد تايم بيج نمبر 87 صفحة 87. listen and circle. اسمعوني كويس عشان نختار ايه او بي زي ما اتعودنا. طبعا حفظنا السؤال ده how about watching a film tomorrow. ماذا عن مشاهدة فيلم غدا؟ قال له ايه شور بالتأكيد موافق. تمام ده اللي سمعناه. نمبر 2 what are you going to have. ماذا سوف تتناول انت هتتناول ايه. الله I am going to have ها انا هاخد ايه some french fries بعض البطاطس المحمرة اللي سمعناها دي طبعا french fries. 3 do you need some more water. هل تحتاج بعض المزيد من الماء هل تحتاج المزيد من الماء. do you want some more water. قال له ايه yes please do you want some more water. ده اللي سمعناه. 4 what are you going to have. ماذا سوف تتناول. قال له spaghetti and hot dog. what are you going to have. طبعا دي اللي سمعناها. السؤال الثاني بيقول لي ايه choose the correct answer from A B C or D. number 1 my father Abby likes drinking. بابا بيحب شرب ايه كوفي ولا ابل باي ولا تلك ولا بريد. طبعا الحاجة الوحيدة بتتشرب ايه الكوفي. I like to have a chicken a chicken يعني هتناول ايه دجاج ايه pie turkey soup ولا water. طبعا ايه شرب الدجاج.
I want to have some. أريد أن أتناول بعض الإيه. I'm hungry. أنا جعان، يبقى أتناول إيه؟ أكيد حاجة بتتاكل. Water، مية، جوس، عصير، ليمون، عصير ليمونادة، ولا روز بيف. طبعا هاخد الإيه، روز بيف اللي هو اللحم البقري مشوي. هير يو، اتفضل يعني ايه؟ الجرسونة قالتها في المحادثة. is ولا was ولا are ولا am. هير يو are، تفضل. I went to a نقط، انا ذهبت الى نقط. because I was hungry، اروح فين وانا جعان يا سنة ستة؟ اروح هوسبيتال، المستشفى، ترين ستيشن، محطة قطار، اروح سكول، مدرسة، اروح ريستورانت، مطعم، طبعا هروح المطعم يا بس. I نقط a video yesterday، انا عملت ايه الفيديو بالامس؟ rent يؤجر، رنتس ولا رنتنج ولا رنتد. هاخد رنتد يا مس، كلهم بمعنى الساجر، بس ايه دول مضارع ودي ايه بريزنت كونتينوس مستمر. انا عايز حاجه في الماضي عشان عندي كلمه يسر دي بالامس، الكلمات الداله على الماضي البسيط. هاخد كلمه رنتد، استاجره. وات ار يو جوينج تو، بعد جوينج تو هات الفعل في المصدر. هاز ولا هاف ولا هاد ولا هاف. طبعا جوينج تو هاف يعني سوف يتناول. هاو اباوت نوت مور ووتر، اني ولا ان ولا صم ولا ايه. طبعا ايه صم مور ووتر، ماذا عن تناول ايه المزيد من الماء. تمام، قلبنا الصفحه بنمبر 88 صفحه 88 وعاوزني اعمل باراجراف عن الايه الريستورانت. هقول ايه بقى؟ لاست ويك، الاسبوع الماضي. هقول ايه؟ اي وين to the restaurant، رحت المطعم. I went، ذهبت مع مين؟ with my family، رحت مع عائلتي. ايه كمان نقول؟ I او ايه، طبعا كلنا. we had lunch there، تناولنا وجبة الغداء هناك. ايه كمان؟ انا بقى تناولت ايه؟ I had a steak، انا تناولت ايه؟ شريحة لحم. اقول ايه كمان؟ I take، تناولت ايه؟ او I had، ها كان نوعها ايه؟ نوع يعني ايه درجة الطهي ايه؟ medium ستيك. طيب بالنسبة لبابا هنقول ايه؟ my father، والدي، had، تناول ايه؟ سباجيتي and meatballs. the prices، الأسعار. where good، اسعار المطعم كانت ايه؟ كويسه. ده الباراجراف بتاعنا عن الايه المطعم، جمله سهله وبسيطه وكلها مستوحينها من ايه؟ من المحادثه اللي احنا لسه واخدينها من شويه. تمام، السؤال بعد كده بيقول لي ايه؟ rearrange the following، هنعمل ايه؟ اعاده ترتيب للكلمات اللي جايه دي، ونبدا بالكلمه اللي تحتها خط. how، عمل الاقتراح. how about some اورين جوس. تمام، تانية تقول ايه؟ ايم، ده مستقبل بسيط بعمله بايه؟ ام او از او ار على حسب الفعل اللي عندي مع كلمة جوينج تو، يجي بعدهم ايه مصدر الفعل. ايم جوينج تو سي افيل، امتى؟ تومورو، غدا. بعد كده حبايبي بيقول لي البانكيت ويت ات لوكس ديليشس، ايه المختلف عندنا وايه الناقص؟ عند الاي اول كلمه عملها كابيتال لتر طبعا، وفي الاخر هنحط ايه؟ الفول ستوب. نمبر 2، دو يو وانت تو واتش ات تو نايت، هل تحب ان تشاهده الليله؟ طبعا عندنا الدو اول كلام حرف الدي، فين ايه؟ ده طبعا سؤال يبدا بفعل ناقص او فعل مساعد، يبقى ايه؟ كويشن مارك. دلوقتي حبيبي بيج نمبر 89 صفحة 89، عندنا ايه؟ lessons 3 and 4، الدرس الثالث والرابع، اللي هو الفوكس اند براكتس تايم، اللي هو ايه وقت التركيز وايه وقت ممارسة الايه الجرامر بتاعنا، القاعدة بتاعتنا. أول حاجة هناخد الفوكس، هنركز على ايه بقى؟ تعالوا نشوف عندنا بيقول لي ايه؟
food quantities and containers اللي هو كميات وحاويات الطعام. يعني ايه حاويه؟ اللي هي مثلا ايه الزجاجه اللي بحط فيها مثلا الميه واللبن، الكوبايه، العلبه، الطبق، الحاجات دي كلها اسمها الكونتينرز. تمام حبايبي، اول كلمه عندنا a bottle of water يعني زجاجه من الماء، الزجاجه دي حاويه. a bottle of water زجاجه من الماء. طيب a can of lemonade يعني علبه صفيح من الليمونادة، a can of lemonade. طبعا water لسه واخدينها في الدرس الثاني، واللي من هنا الكلمات اللي احنا خدناها جايبني اتعامل معاها ازاي او الحاويه بتاعتها تكون ازاي. طبعا a bottle of water، a can of lemonade. عندنا a slice of turkey شريحه ديك رومي، a slice of turkey. بعد كده عندنا الابل باي اتناولها ازاي، a piece of apple pie يعني قطعه من فطيره التفاح، a piece of يعني قطعه من، a piece of، a piece of. يبقى عندي a bottle of، a can of، a slice of، a piece of. طيب الشوربه اتناولها ايه في السلطانيه، a bowl of chicken soup، a bowl of، a bowl of، a bowl of. خبز دجاج من a glass of، a glass of orange juice، a glass of orange juice. طيب القهوة حطها في ايه، a cup، a cup of coffee، a cup of coffee يعني فنجان من القهوة، cup of coffee. a loaf of bread، a loaf of bread. الخبز اتعامل معاه ازاي، بعدد الارغفة، طبعا ده لوف رغيف واحد، جمعها ايه بقى، طبعا في حالة الجمع الاف تقلب الى في ونحط لها اي اس تبقى ايه loaves، يبقى الاف في المفرد والفي في الجمع، خد بالكم الكلمة دي loaves يعني ايه ارغفة. خلصت سنة ستة، دي الكونتينرز اللي معانا. قلبنا الصفحة بنمبر 90 صفحة 90، بيقول لي ايه بقى، طبعا عطيني مثال هنقراه وهنشرح بقى الدرس بالتفصيل، درس سهل جدا جدا جدا، القاعدة المرة دي بصراحة بسيطة جدا. طبعا هسأل ايه بهاو ماتش يعني كام الكمية، وهاو مين يعني كام الايه العدد. طيب بوتلز اوف يعني ايه الزجاجات، ووتر طبعا. تعالوا نشوف هاو ميني كام العدد اسال بها عن الكونتينرز اللي هي ايه، يجي بعدها ايه اسم يعد يعني حاجات ينفع عدها، يعني ينفع احط لها حرف الاس. الزجاجات مش ينفع عدها، ايوه يا ميسي ينفع. طيب لما اروح اسال على الميه من غير البوتلز ينفع اعد الميه كده من غير اي حاجه تكون فيها؟ طبعا لا، يبقى اقول ايه هاو ماتش ووتر يعني كم كميه الميه، لكن اقول ايه هاو ميني بوتلز كم عدد الايه الزجاجات، يبقى هاو ماتش يعني كم الكميه، كم الكمية، لكن هو من ايه كم عدد. بعد هاو ماتش ياتي فعل ايه، ياتي اسم لا يعد، uncountable nouns، اسماء لا تعد يعني تعامل معاملة المفرد، ما ينفعش احط لها اس بتاعه الجمع، لكن بعد هاو من ياتي ايه اسم يعد، ويكون ايه اسم ايه يعد ومضاف له ايه حرف الاس. في كده الحالتين بستخدم ايه ديت فعل مساعد في الماضي، وبعد كده بجيب الفاعل، وبعد كده بجيب كلمه هاف، دي ثابته ايه في كل الاسئله، يبقى عندي الديد وعند الهاف ثابتين في كل الاسئله، كل مره بغير الايه الضمير. طبعا هاف جايه مضارع او جايه مصدر عشان عندي دي، لكن في الاجابه اجيب الماضي من هاف تبقى ايه، تبقى هاد. شي هاف بقت في الماضي ايه، شي هاد، شي هاد. وان بوتل اوف ووتر او ثري بوتلز اوف ووتر، مش بختلف انا بقى ايه في الاجابه، انا اهم حاجه عندي بختلف في راس السؤال، هل انا هسال بهاو ماتش ولا هسال بهاو ميني. لو بسر على الحاجات اللي داخل الحاويات يعني how much water، how much milk، how much fruit salad، how much lemonade، how much fruit salad، how much chicken soup، اي حاجة من غير الحاوية بتاعتها اسأل بhow much. لكن لما اسأل على الحاويات من بره how many bottles كم عدد الزجاجات، how many cans كم عدد العلب، how many slices كم عدد الشرائح، how many pieces كم عدد القطع، فهمتوا، how many bowls كم عدد السلطانيات. تعالوا نشوف اكتر. النونس عند الأسماء بتنقسم إلى قسمين، countable nouns أسماء معدودة، والنوع الثاني uncountable nouns يعني أسماء غير معدودة أو إيه لا تعد. يعني إيه؟ هي الأسماء التي تعد ولها مفرد وليها إيه جمع، يعني ينفع أحط لها حرف الإس في حالة الإيه الجمع. طب الآن countable أسماء لا تعد وتعامل معاملة الإسم الإيه المفرد. طيب أمثلة، there is a ball، يوجد كرة، دي مفرد ممكن أخليها جمع. There are two balls، ضفت لها حرف الاس. طيب there is much money، يوجد الكثير من المال، كلمة money تعامل معاملة المفرد، ما ينفعش احط لها ايه اس بتاعة الجمع. طيب تعالوا بقى نشوف الاسماء الايه المعدودة، الكاونتبل نونز هي الاسماء التي تعد ولها ايه مفرد ولها جمع. طيب عند المفرد يضاف الا او الان، طبعا قبل ايه اسم يبدا بحرف ساكن، والان قبل ايه، والان قبل اسم يبدا بحرف ايه متحرك، حرف من الحروف الخمسة،
يبقى الاسم اللي يبدأ بحرف متحرك نحط قبليه ان. اقول لك ايه؟ ان ابل، تفاح، ان اورنج، برتقاله، ابوك، كتاب. طيب ولكن عندما ياتي الجمع بنحذف طبعا الايه او الان من المفرد واخليها الجمع واضيف لها ايه بقى في حاله الماضي الجمع. طبعا في نهايه عندي الجمع اس او اس او اي اس اي او في اس زي كلمه فلوس. طيب طبعا عاطين هنا كده موضح لي بالتفصيل إيه اللي هي امتى اضيف الاس، امتى اضيف اس، امتى اضيف الاي اس والحاجات دي كلها. هتقروهم كده اختصار لوقت الفيديو لانهم ما يشغلونيش قوي يعني. اهم حاجه عندي اعرف ان الكاونتبل نونز اللي هو ليها مفرد وليها جمع باضافه الايه الاس، دول اسال عنهم بايه، بهاو مين يعني كام العدد. الصفحه اللي قصادها بقى، الصفحه اللي قصادها بنمبر 91 صفحه 91 عندنا انكاونتبل نونز، اسماء غير معدوده، هي اسماء لا تعد وتعامل مع معامله المفرد. تحديد الكميه او العدد منها ايه، بنستخدم العبوه او الجزء من الشيء. يعني الووتر والملك ما ينفعش اعدهم، ما ينفعش اقول ووترز بالاس ملكس بالاس. امال انا اعمل ايه بقى؟ اعد الحاويه اللي هم ايه بداخلها. ابوتل اوف ينفع اقول ايه؟ بوتلز اوف، تمام. هنقول ايه؟ شي هاد ابوتل اوف ووتر، ده مثال. طيب اكان اوف ليمونيد، شي هاد اكان اوف ليمونيد، يبقى ينفع اقول ايه؟ بوتلز. ينفع اقول ايه؟ كانز. اجلاس اوف، glasses of، glasses of اللي هو ايه طبعا ايه، طبعا انا قلت ايه بنحذف الاي لما نضيف حرف الاس، تبقى ايه؟ bottles of، cans of، glasses of. اهي عندي الاس اس في حاله الجمع بنضيف لها اس مش اس بس. ايه الحاجات اللي ينفع عندي في اكواب زجاجيه؟ a glass of orange juice، a glass of water، a glass of milk، دي كلها ممكن تحط في الكوبايات. ايه اللي احطه في الفنجان؟ طبعا ينفع اقول ايه؟ cups of يعني فناجيل من الكوفي والتي. باول نحط فيها تشيكن سوب ونحط فيها ايه؟ فروت سلط. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ A slice of turkey او A slice of roast beef. الحاجات دي اتكلم عنها ايه؟ بالشريحة، وطبعا ينفع اجمع كلمة شريحة اللي هي slices. ايه اللي عندي اتعامل معاه بالقطع؟ piece of، قطعة من apple pie وكيك، وينفع اقول pieces يعني ايه قطع من، تمام. طيب اللوف قلنا ايه؟ الجمع بتاعها loaves، وينفع استخدمها مع ايه؟ مع البريد. يبقى انا بجمع الحاويات اللي هي الكونتينرز، لكن الاشياء نفسها ايه عاملها معامله المفرد. فانا لو بسال على الحاجات اللي من جوه دي بطريقه مباشره اقول ايه؟ هاو ماتش تركي، هاو ماتش روست بيف، هاو ماتش ابل باي، هاو ماتش كيك، هاو ماتش بريد. لكن لو بسال على الاجزاء بتاعتهم يبقى هاو ميني سلايسز، هاو ميني بيسز، هاو ميني لوفز، تمام. قلبنا الصفحه 92 اللي انا قلته اهو، تلخص معايا للسؤال بنستخدم ايه؟ هاو ميني او هاو ماتش. طبعا هاو ميني للسؤال عن العدد، هاو ماتش للسؤال عن الايه الكميه في الماضي. طبعا عندي كام العدد؟ هاو من استخدمها الحاجات اللي ينفع عدها. هاو ميني بيجي بعدها اسم جامع مع كلمه ديد والفعل اللي عنده ومصدر الفعل اللي هو كلمه ايه؟ هاف، يملك او يتناول مع الاطعمه والمشروبات. طيب الاجابه هنجيب الفاعل مع الفعل الماضي من هاف، هتبقى ايه؟ هتبقى هاد. بعد كده العدد او الحاويه وجزء من الطعام، وبعد كده كلمه اوف وايه واسم ايه لا يعد. هاو ميني كابس ينفع عد الفناجين؟ طبعا عادي جدا، تبقى هاو ميني كابس اوف كوفي ديد يو هاف، ديد يو هاف. تعالى نجاوب اليو تقلب الى اي، تبقى اي هاد، اي هاد عندنا ايه؟ عندنا 1 كاب اوف كوفي، تمام. طيب هاو ميني بيسز كم عدد القطع؟ ينفع عد القطع، فاسأل عنها بهاو ميني ايه؟ بس بهاو ميني يجي بعدها ايه؟ اسم يعد في حالة الجمع، اسم جمع يعد لازم يكون فيه اس بتاعة الجمع. اوف ابل باي ديد شي هاف كم عدد ايه قطع التفاح؟ لتناولتها قطع فطار التفاح، قال لك شي هاد الماضي من هاف يبقى ايه؟ شي، هي شي هاف، هتبقى شي هاد في الإجابة، شي هاد 3 بيسز اوف ابل باي. طبعا عند الهاو ماتش قلنا بنستخدمها للسؤال عن الكمية، يجي بعدها اسم لا يعد، اسم لا يعد، نفس تكوين السؤال الأولاني هو السؤال الثاني. هاو ماتش أورنج جوس يعني كم كمية عصير البرتقال ديد يو هاف؟ هقول ايه؟ اليو تقلب إلى أي والهاف تحول لهات، تبقى أي هات كم دولا؟ 4 glasses of orange juice. البريد لا يعد، فأقول ايه؟ هاو ماتش بريد، هاو ماتش بريد. طيب لو قلت بقى لوفز اوف بريد، اللوفز ينفع عدها فاسال عنها بهاو ميني، يبقى الاجزاء اسال عنها بهاو ميني، الحاجات نفسها اسال عنها بهاو ماتش. هاو ماتش بريد ديد ذي هاف؟ تبقى ذي هاد تو لوفز اوف بريد، القاعده سهله جدا. قصادها بقى عندي ايه كده على السريع؟ عندي حاجه ايه اللي هو ايه؟ زمن الفيوتشر، سهله جدا. بعمله ازاي؟
عندي ايه الاي بتاخد ام تبع التكوين بتاعه اهو، عندي ايه السبجكت اللي هو الفاعل، وعندي فيرب تو بي اللي هو ام ويز وار مع جو ونج تون وزي المصدر الفعل. الاي بتاخد ام تبقى ايم جو ونج تون، اللي هو الشورت بياخدوا اس تبقى هي اس جو ونج تون، يو الوي والزي واليو بياخدوا ار تبقى زي ار جو ونج تون بعدهم مصدر الفعل. امثله ايم جو ونج تو هاف مصدر الفعل، ابوت الاوف ووتر سوف اتناول ايه زجاجه من الماء، she is going to have a slice of turkey سوف تتناول شريحة ايه من الديك الرومي، they are going to have a bowl of a chicken soup. بعد كده ايه طبعا عندي سؤال اهو، وان كان طبعا الشيك بوينت انا بعديه لان الاجابة بتاعته موجودة هنا ايه بالاسفل. تمام، بيقول لي ايه she had two نقط of coffee، اخد ايه من القهوة plates اطباق cups فناجين slice الشريح ولا pieces طبعا ايه cups. الهام هاد انواط اوف ابل باي يسترداي، الهام هتاخد ايه من الفطار التفاح جلاس ولا بوتل ولا بيس ولا كاب طبعا ايه بيس. نوت بوتلز اوف اويل دو وي نيد، ايه هو اللي احنا محتاجين منه زجاجات البوتلز ينفع عندها؟ ايوه يبقى اسال بهاو ماتش ولا هاو مين ولا هاو اوفن ولا هاو، بس طبعا ايه هاخد هاو ميني بوتلز عشان ينفع عد الزجاجات، اسم جمع بحرف الاس اسال عنه بهاو مين. شي از نوت تو هاف ا كاب اوف تي، جو ولا جوس ولا جونج ولا طبعا عندي تو وإز فاضل ايه كلمة ايه going، تبقى she is going to، ده ايه المستقبل زمن المستقبل البسيط اللي قلنا عليه. بعد كده بنمبر 90 صفحة 98 عندنا focus and practice same exercise تمرينات على درس الثالث والرابع. يلا اسمعوني علشان نختار ايه ولا بي، listen and circle. How many loaves of bread did you have، كم عدد الرغيف اللي تناولتها، تناولت كم رغيف؟ قال له 3 loaves of bread، 3 loaves دي اللي سمعناها. How many slices of roast turkey، كم عدد شرائح الديك الرومي did you have لتناولتها؟ قال له 1 slice 1 slice. Do لا how much roast beef did he have، هو تناول كم شريحة من الروست بيف لحم بقري مشوي؟ قال له he had 3 slices of roast beef، تناول 3 شرائح. يبقى سألنا عن الايه، قلنا ايه how much طبعا اللي سمعناه. تمام معلش مش باين، ما كانش باينه معانا طبعا، سالت ب how much. السؤال الرابع how much lemonade did you have، كم كميه الليمونات اللي انت تناولتها؟ how much lemonade دي اللي سمعتها، قالوا تناولت ايه 3 cans of lemonade. choose the correct answer from a b c or d، هلا نشوف ايه الاجابه الصحيحه من a ولا b ولا c ولا d. نمبر 1 بيقول لي ايه how not slices of turkey did he have، slices ينفع عدها، يبقى how much how long how old how many طبعا ايه how many من غير ما اكمل. I want a knot of water، a bottle of a slice of a piece of a loaf of، هاخد ايه من الميه؟ bottle of. I like to have a knot of lemonade، I'd like to have a knot of lemonade، هاخد ايه من الليمونادة؟ slice ولا loaf ولا bowl ولا كان طبعا ايه can. هاو نقط بوتلز، حاجات ينفع عدها، يبقى اوفن ولا اولد ولا ماتش ولا ميني طبعا ايه ينفع عدها، يبقى هاو ميني. بعد كده حبيبي بيقول لي ايه ماي فاذر درينك 3، بابا شرب 3 من الايه اوف تي افري دي، بنشرب من الشاي باولز ولا كانز ولا بوتلز ولا كبسه طبعا ايه 3 فناجين من الشاي. الصفحه اللي قصادها 99 99 بنكمل سؤال الاختيارات. نقط ليمينيد ديد شي هاف، ليمينيد ما ينفعش عدها، يبقى اسال بها ولا وير ولا هاو ماتش ولا هاو ميني طبعا ايه هاو ماتش من كم كميه الليمون عصير الليمون. اي هاد وان اوف بريد، انا خدت ايه من الارغفه، كاب ولا بوتل ولا جلاس ولا لوف طبعا ايه لوف اوف بريد يعني رغيف من الخبز. هاو ماتش كوفي ديد ايمان هاد ولا هاف ولا هاز ولا هافين طبعا مع الديد ياتي الفعل في المصدر يبقى ايه هاف. القطعه لاست يوزي الثلاثاء الماضي منى وين تو ريستورانت ويز علي، منى راحت المطعم مع علي. تمام منى loves food، منى حبت الطعام. she had 4 slices of roast beef، تناولت اي 4 شرائح من الايه اللحم البقر المشوي. 2 bowls of chicken soup، سلطانيتين من الشوربة الدجاج. and 3 pieces of apple pie، 3 قطع من فطيرة التفاح. she is always، هي دايما in the mood for ice cream، دايما بتحب الايس كريم. 2 ايضا then they went to the park، بعد كده راحوا الحديقة. they took a nap، اخذوا اي قيلولة near the lake بالقرب من البحيرة. منى enjoyed the sun، كانت مستمتعة بالشمس. they fed the birds too، واطعموا الطيور ايضا. تعالوا نشوف الاسئلة. منى had not bowls of a chicken soup، تناولت كام من سلطانيات شوربة الدجاج؟ كام
12 to 20 thirds. طبعا عندنا في القطعة تلاقيها ايه 2 سلطانيتين. بعد كده منى is always in the mood for. منى دايما بتحب ايه الابل باي ولا كباب ولا ايس كريم ولا سوب. طبعا ايه الايس كريم كل ده هنلاقيه عندنا في القطعة. دايما بلاقي كلمة في السؤال بتوصلني للاجابة على طول. اول ما الاقي كلمة كده راح ادور عليها في القطعة الاقي الاجابة بعدها على طول. Who did Mona go to the restaurant with؟ يعني منى ذهبت الى المطعم مع مين؟ هنقول ايه with. راحت مع مين؟ مع علي. With علي. How do you know that Mona loves food؟ كيف عرفت ان منى بتحب الطعام؟ عرفت انها بتحب الطعام عشان في حاجات كتيره خالص هي تناولتها. طبعا عندي مكان صغير مش هلحق اكتب فيه. فيلا كده نسحب مع بعضنا كده ونطلع ايه اهو. بص خليكم معايا انا هفضل ماشيه كده لحد ما اوديكم عند الايه الاجابه في القطعه. هنعمل كده she had 4 slices of roast beef 2 bowls of chicken soup and 3 pieces of apple pie. كل دي حاجات ايه تناولتها. يبقى ده اجابه السؤال الايه هنكتب عليه كده ايه 4. ده اجابه السؤال الرابع. قلبنا الصفحه بين نمبر 100 صفحه 100. طبعا هنا ده عايزني اعمل ايميل. قلت هنعمل فيديو منفرد وخاص بطريقه كتابه الايميل بخطوات بسيطه جدا وسهله. الريارينج عدد الترتيب اي هاد تناولت 2 glasses of juice. تناولت كوبايتين من العصير. بعد كده how much water did you have. صيغة السؤال اللي لسه قايلين عليها دلوقتي بتاعت how many و how much. طيب did علي have any juice today. عندي طبعا الدي اول كلام وهنا ايه question mark. I'll عند الاي اول كلام. I'll have that. طبعا عندي هنا ايه في ايه كوما. دي الحاجات اللي ناقصه عندي في الجمله. ودلوقتي حبايبي احنا بيج نمبر 101 صفحه 101 عندنا ليسون 5 الدرس الخامس ريدنج تايم. طبعا درس القراءه بنشوف الكلمات المهمه الاول قبل ما نقرا الدرس. تعالوا نشوف كده المين فوكابلري. جرام با عاليز ريستورانت يعني مطعم الجد العالي. ده هنا كده ابوستروف اس بتاعه الملكيه ما ياتي بعدها ملك لما قبلها يعني المطعم بتاع مين؟ الجد علي. مطعم الجد علي جراند با عاليز ريستورانت وسط المدينة داون تاون. داون تاون رئيس الطه شيف. شيف صباحا اي ام مساء بي ام. جديد نيو. نيو مالك او صاحب الشيء. اونر. اونر الافضل. ذا بيست. ذا بيست ايطالي. ايطاليان. ايطاليان حقيقي او اصلي. ريل. ريل ثمن او سعر. برايس. برايس كمل. جرانبا اللي هي جران فازر اللي هو الجد. جرانبا ماي 5 الخامس من شهر مايو. صديق فريند. فريند بيتزا. بيتزا. بيتزا نظيف او ينظف. كلين. كلين شارع. ستريت. ستريت وجبة العشاء. دينر. دينر القاهرة. كايرو. كايرو السبت الماضي. لاست ساتردي. لاست ساتردي وجبة الغداء. لانش. لانش تشيلدرن تساوي كيدز يعني اطفال. تشيلدرن كيدز. تشيلدرن كيدز عنوان. ادرس. ادرس يوميا. ديلي. ديلي بيج ماماز ريستورانت مطعم الجدة. بيج ماما يعني ايه الجدة. كونجيجيشن اوف فيربس كلين الماضي منها ايه كليند. كليند سيرف. سيرفد يعني يقدم طعام. سيرف. سيرفد افعال شاذة زي سي الماضي منها ايه سيد يقول. سي سيد يحضر. برينج بروت. برينج بروت هنا ايه الجي اتش سايلنت. اندر 5 يعني ايه تحت سن الخمس سنوات. ايت فري يعني ياكل مجانا. سيرف فود يعني يقدم ايه طعام. وده الدرس اللي معانا بالنمبر 102 صفحه 102 عنوانه جرام با عاليز ريستورانت اوبنس يعني افتتاح مطعم الجد علي باي عادل ابراهيم. طبعا عادل ابراهيم اللي كاتب الكلام ده. جرام با عاليز از ا نيو ايطاليان ريستورانت. الجد علي هو مطعم ايطالي جديد ان داون تاون كاير وسط مدينه القاهره. ات اوبند اون ماي 5 افتتح امتى؟ في الخامس من مايو. هو از جرانبا علي من هو الجد علي. از هي ذا اونر هل هو المالك؟ نو ذا ريل جرانبا علي الجد علي الحقيقي. از ذا اونر ذا جران فازر الجد علي هو مش صاحب المطعم بس هو مين؟ جد صاحب المطعم. يبقى انا مثلا ليا جد اسمه علي وهفتح مطعم فسميت المطعم على اسم جدي اللي هو ايه الجد علي. طب الجد علي ماله كمان؟ اند ذا شيف ات ذا ريستورانت هو ايه رئيس الطهاه في المطعم.
ده السطر ده السبت الماضي. ليلى عبد، واحده اسمها ليلى عبد، وان هير فريند ديانا سميث سودان سميث هاد لانش ات جرامبا على السنوات الغداء في مطعم الجد علي. ذير بيتزا از ذا بيست بيتزا ان تاون. ليلى قالت ايه؟ ان البيتزا بتاعتهم افضل بيتزا في المدينه كلها. طيب وديانا قالت ايه؟ اي ام جوينج تو برينج ماي تشيلدرن هير. سوف احضر اطفالي هنا. كيدز اندر 5 ايت فري، الاطفال تحت 5 سنوات بياكلوا ايه؟ مجانا. يبقى اي اطفال تحت 5 سنوات لما يروحوا معاك المطعم هيتناولوا ايه؟ الطعام مجانا. جرامبا عاليس اسكلين، المطعم ده ايه؟ نظيف. اند ذا برايسز ار جود، والاسعار كويسه. ذا ادرس از 12 الاهرام ستريت، العنوان بتاعهم 12 شارع الاهرام. ذي ار اوبن ديلي، بيفتح يوميا فروم 11 اي ام تو 10 بي ام، من 11 صباحا ل 10 مساء. ذي سيرف لانش اند دينر، بيقدموا وجبتي الغداء والعشاء، يعني لو عايز تفطر ما تروحش هناك. طب بيفتحوا 11، يعني بيعدوا يبقى الوجبة الغداء وايه والعشاء. الصفحه اللي قصادها عندنا في الاكتيفيتي بوك، كتاب التدريبات، هنلاقي برضه بيتكلمنا على مطعم اسمه ايه، بيج ماماز ريستورانت اوبنز، افتتاح مطعم ايه الجده. باي سلمى فاروق، واحده اسمها سلمى كاتبه لنا الكلام ده. تعالوا نشوف بيتكلم عن ايه. بيج ماماز از ا نيو ايطاليان ريستورانت، هو مطعم ايطالي جديد ان كايرو في القاهره. ات اوبند اون وينزداي، افتتح يوم الاربعاء. هو از بيج ماما، من البيج ماما بقى المره دي؟ بيج ماما از ذا اونر، المره دي بقى البيج ماما في جد فتحت مطعم فمسميه على اسمها، يبقى هي مالكه الايه المطعم. شي از ذا شيفت، وهي كمان ايه رئيسه الطهاة ورئيسه الطباخين. اون فرايدي يوم الجمعه. توم ان هيز فريند رامي، توم ورامي ايت دينر ات بيج ماما، تناولوا العشاء في مطعم البيج ماما. توم سيد بيج ماماز ميت بولز ار ذا بيست ميت بولز ان تاون، كرات اللحم بتاعت مطعم البيج ماما افضل كرات لحم في المدينه كلها. طيب ورامي قال ايه؟ رامي سيد اي ام جوينج تو برينج ماي سيستر هير تومورو، انا بكره هجيب اختي. ليه؟ كيدز اندر 6 ايت فري، الاطفال تحت سن 6 سنوات بيتناولوا الطعام مجانا. بعد كده حبيبي عند نوتس ملاحظه بيج نمبر 105 صفحه 105 عند حروف الجر، عند ان يلك تستخدم قبل الأماكن الكبيرة زي إن كايرو في القاهرة، إن داون تاون وسط المدينة. طيب عندي آت، قالك آت ذا ريستورانت في قبل الأماكن الصغيرة، آت ذا ريستورانت أو إيه آت جرامبا عاليس في مطعم الجد علي. طب عندي أون، قالك تستخدم قبل التاريخ المذكور به اليوم، حاجة فيها تاريخ ومعاها إيه اليوم. أون مي في أون مي فيفس في الخامس من مايو، أو أون جون تويني تو سكند أو في الثاني والعشرون من شهر إيه جون. طبعا عندنا كمان حرف الدار ان بياتي قبل ايه الشهور والسنين طبعا، وعنده وان تاتي قبل ايام الاسبوع. اسم الكلمه لسه قايل عليها بيقول لي اليس بوك، قال لك ما ياتي بعدها ملك لما قبلها، عند علي وعند بوك، يبقى الكتاب ده ملك مين؟ ملك علي. طيب عند الاشراء المحلات بنعمل ايه؟ نحذف الاسم التابع ونضع اي ابوستر في اسم مكانه وخلاص. ذا باربرز شوب، ايه ذا باربرز، بشيل ايه كلمه شوب واحط مكانها ايه اللي هو المكان، واحط مكانها ابوستر في اسم المحل الحلاق. جرامبا عاليس ريستورانت، بشيل كلمة ريستورانت واسيب الاس كده ايه مكانها بتاعت يعني ايه بتحل محل الايه المكان. بعد كده عندنا الريدنج تايم اكسرسايز، تمرينات على درس الريدنج بين نمبر 107 صفحة 107، والسؤال تشوز اي لايك نو ات سوب، بحب ايه شوربة ايه، ليمونيد ولا روست ولا ابل ولا تشيكن؟ طبعا تشيكن سوب. تشيلدرن نو ات 5 ايت فري، الاطفال نو ات 5 سنوات بياكلوا مجانا. أباف ولا أندر ولا داون ولا أون؟ طبعا إيه أندر 5، children under 5. بعد كده their pasta، المكرونة بتاعتهم إذا نوت pasta in town، good ولا better ولا best ولا well؟ طبعا إيه the best، الأفضل. I'm going to have some nut fries and a hot dog، French fries ولا Egyptian fries، English fries ولا American fries؟ طبعا إيه French fries، بطاطس محمرة. علي إز نوت at this restaurant he cooks well، بيطبخ جيدا، يبقى هو بيشتغل ايه درايفر سائق، ويتر جرسون، فارمر فلاح ولا شيف؟ طبعا ايه شيف، يطبخ يعني شيف. the prices الاسعار not good، is ولا was ولا are ولا has؟ طبعا ايه are good، الاسعار ايه كويسة. بعد كده بيقول لي the restaurant، المطعم not breakfast and lunch last week، service ولا served ولا serving ولا تسيفتم، كلهم معناهم ايه يقدموا الطعام. بس عند لاست ويك كلمه من الكلمات الداله على الماضي البسيط، فياخد اللي فيها ايه الاي دي بتاعه الماضي، يبقى سيرفد. This is my house، هذا منزلي. I am the not of it، طب ده بيتي، يبقى انا ايه فريند صديقه ولا اونر مالكه، هو ولا شيف الطباخ ولا ريل حقيقي؟ طبعا I am the owner، يعني انا ايه المالك القطعه. My uncle ابراهيم، عم ابراهيم owns a modern restaurant، عنده مطعم حديث، مودرن يعني حديث.
The restaurant is in منصورة. المطعم ده في مدينة المنصورة. It's big and clean. كبير ونظيف. It serves pizza and drinks. بيقدم ايه؟ بيتزا ومشروبات. The prices are good. الأسعار كويسة. يسر دي بالأمس my friend علي and his family وعيلته walked to the restaurant. راحوا المطعم ماشي. The restaurant is beside their house. ليه راحوا ماشي؟ عشان beside يعني بجانب منزلهم. They had lunch there. تناولوا الغداء هناك. They ordered the pizza and orange juice. طلبوا بيتزا وعصير ايه؟ برتقال. The pizza and the juice were delicious. البيتزا والعصير كانوا ايه؟ لذاذ. They were very happy. كانوا سعداء جدا. اول سؤال عندنا choose. My uncle ابراهيم is the not of the restaurant. هو عم ابراهيم ماله؟ شيف ولا اونر ولا وينر ولا ويتر؟ طبعا ايه؟ اونر، هو صاحب او مالك المطعم. مستر علي and his family وعيلته went to the restaurant. راحوا المطعم. On foot على الاقدام، باي باص، بالاتوبيس، on by metro يعني بالمترو ولا باي ترين. طبعا ايه؟ قال لك walked، مش يبقى ايه؟ on foot يعني سيرا على الاقدام. سيرا بنجاوب عليها. What does the restaurant serve؟ المطعم ده بيقدم ايه؟ هنقول ايه؟ it service، بيقدم ايه؟ بيتزا and drinks، بيتزا ومشروبات. السؤال الثاني، why do people like to go to the restaurant؟ الناس بتحب تروح المطعم ليه؟ طبعا اي سؤال ب why قلنا لازم نبدا الاجابه بتاعتنا بكلمه ايه؟ because لان المطعم clean and the prices، والاسعار are good. المطعم نظيف واسعاره ايه؟ كويسة. قلبنا الصفحة number 108، صفحة 108. الايميل قلنا ايه؟ هنعمل فيديو خاص لكتابة الايميل. يجي عندنا ايه؟ الرينج، هنقول ايه؟ is grandpa علي the owner، هل الجد علي هو المالك. بعد كده we had lunch، تناولنا الغداء at grandpa علي's، في مطعم الجد علي. the restaurant serves pizza. طبعا عندي التي اول كلام، وهنا ايه؟ فول ستوب. دو يو لايك بريد احمد؟ طبعا لما اودي كلام الحد لازم احط قبليه ايه؟ الكومه. طيب وده ايه؟ سؤال، هنحط ايه؟ كويستشن مارك على علامه استفهام. بعد كده حبايبي بنوصل ايه بقى؟ يونت 2 تيست، اختبار على الوحده الثانيه بالنمبر 118، صفحه 118. تمام، بيقول لي بقى listen and circle، هنسمع ونعمل دايره. طبعا السؤال ده حلناه كتير، هنلاقي نص الاستماع بين نمبر 285، صفحة 285، فمعلش هتشوف كده من هناك. انا حل السؤال التاني بتاع المحادثة، بيقول لي ايه بقى؟ محمد وسامي، محمد where did you have lunch yesterday؟ اين تناولت غداءك بالامس؟ قال له at chef Sabir's restaurant، في مطعم ايه؟ شيف صابر. قال له ايه؟ what did you have، ماذا تناولت؟ قال له I had two slices of roast beef and a bowl of a chicken soup. قال له ايه؟ was it delicious؟ هل كان لذيذا؟ قال له ايه؟ yes it was. السؤال التالت بيقول ايه بقى؟ choose. we had two nuts of turkey. slices ولا كنز ولا bowls ولا loaves؟ طبعا ايه؟ slices. I will take a nut of orange juice. انا هتناول ايه من عصير البرتقال يا سنة ستة؟ loaf ولا glass ولا piece ولا slice؟ طبعا ايه؟ glass، كوب دجاجي. من هو نوع روست بيف؟ دي لا تعد وما فيهاش حرف اس، ده اسم لا يعد، يبقى اسال عنه بهاو اوفن، هاو ميني، هاو ماتش، هاو اور. طبعا من غير ما اكمل هاو ايه؟ هاو ماتش يعني كامل كميه. الصفحه اللي قصادها، لاست ساندي الاحد الماضي كريمه درانك شربت 7 نوت اوف كوفي. باولز ولا كابز ولا بوتلز ولا كانز؟ طبعا اشرب من القهوه، اشرب فناجيل من القهوه.
it not delicious looks ولا look ولا looking ولا to look طبعا ايه it looks delicious I'm going to knock two bowls of طبعا ايه of chicken soup بعد ال going to فعل فيها المصدر had ولا having ولا has ولا have طبعا ايه have grandpa علي is a chef at an Italian a library ولا school ولا restaurant ولا museum طبعا ايه هو شيف في مطعم ايه ايطالي How much does an apple pie cost? يعني ايه يتكوست يعني يتكلف طيب كم الثمن او كم التكلفة يعني ايه How many ولا how much ولا how often ولا how old طبعا خدناها في الوحدة الاولى How much does it cost? يعني كم ايه يتكلف الثمن Circles the old word are replaced with a correct one Beef لحم بقري ليمون عصير ليمون دوس يعني ايه عصير وملك لبن دي كلها مشروبات دي مختلفة اجيب اي حاجة بتتشرب اقول مثلا ايه تي يعني شاي ميت بول سكرات لحم ستيك شريحة لحم سلطة سلطة جوس عصير طبعا دي مختلفة عشان دي اي حاجات بتتاكل هنقول مثلا ايه بريد خبز باي يشتري سلط سلطة سيرف يقدم ايه تياكل طبعا دي مختلفة عشان دي كلها ايه فيربس افعال نقول مثلا ايه هاف يتناول كيك كيك سوب شوربة ابل باي تفاحة وايس كريم ايس كريم طيب دي مختلفة لأن دي ايه شربة بتتشرب ودي كلها ايه أكلات نقول مثلا ايه سلط أي حاجة بتتاكل بعد كده هي هو شي هي وي نحن يور سيلف دي كلها ضمائر وده ضمير منعكس هنقول ايه يو نخليها ضمير عادي القطع مستر آدهم is a famous cook هو ايه طباخ مشهور is the chef هو ايه الشيف at the best restaurant in Alexandria شغال شيف في افضل مطعم في اسكندرية كلها he likes his job بيحب وظيفته and tries to find new kinds of food to serve بيحب دايما ان هو ايه يدور او يجد ايه اطعمة جديدة انواع اطعمة جديدة عشان يقدمها في المطعم people who eat his food الناس اللي بتاكل الاكل بتاعه الطعام اللي بيعمله سي بيقوله His food طعامه is the best in Alexandria هو الأفضل في Alexandria في إسكندرية. He wants to open his own restaurant يعني إيه عاوز يفتح مطعم خاص بيه. It will be clean سوف يكون إيه المطعم بتاعه هيكون نظيف clean and the prices will be good والأسعار هتكون كويسة too أيضا. اختيارات مستر أدهم is good at مستر أدهم كويس في swimming السباحة cooking الطبخ playing اللعب ولا diving الغوصة طبعا إيه في الكوكينج في الطبخ. The prices at the new restaurant will be الأسعار في المطعم الجديد هتكون ايه delicious ولا clean ولا good ولا free طبعا ايه هتكون good ايه كويسة قلبنا الصفحة بنكمل الأسئلة على القطعة What do people say about Mr. Adams food الناس قالت ايه على طعامه قالوا ايه his food طعامه is the best in Alexandria طعام افضل طعام في اسكندريه كلها سوري اي ام فيري سوري ده السؤال يا جماعه ده الاجابه اللي هنا معلش انا اسف تمام السؤال ده عاد انا هجاوب هنا اهو السؤال ده 3 السؤال التالت وده ايه السؤال الرابع هحله معاكم السؤال الرابع بيقول ايه وات داز مستر ادهم وونت تو دو مستر ادهم عاوز يعمل ايه هنقول ايه هي وونتس هي وونتس تو اوبن عاوز ايه اوبن his own restaurant عاوز يفتح المطعم الخاص بيه وبعد كده عندنا الايميل قلنا ايه هعمل لكم ايه فيديو خاص ايه لحل الايميلات دي كلها وطريقه كتابه الايميل بطريقه بسيطه الري ارينج هالو ار يو ريدي تو Order. هل أنت جاهز ومستعد لإيه للطلب؟ قال لك she had one bowl of chicken soup يعني تناولت إيه؟ سلطانية من شوربة الدجاج البنك دويشة Yes, Ali has two glasses of orange juice today طبعا عند الواي اول كلام معموله بس بعد الياس هنا لازم احط الايه الكوما وعند طبعا الايه بتاعت علي لازم اعملها ايه كابيتال لتر دول حاجتين ناقصين عند الكوما والايه واتس يور فيفريت فود طبعا عند الدبليو اول كلام
وهنا ايه كويستشن مارك. بعد كده عندنا يونتس 1 اند 2 تيست اختبار على الوحده الاولى والثانيه مع بعض بيد نمبر 121 صفحه 121. اول سؤال هنشوف الاستماع بتاعه صفحه 286 ورا في الملخص. دلوقتي بس هحل معاكم السؤال الثاني بتاع المحادثه ونشوف الكلمات اللي ناقصه معانا ايه. Between نهى ان هبه، نهى وهبه، نهى بتقول Is there a cinema near your house؟ هل توجد سينما بجانب منزلك؟ هبه قالت لها No there isn't. امال في ايه؟ قالت لها There is a theater، يوجد ايه؟ مسرح. فقالت لها ايه؟ What are its hours؟ ما هي ساعات العمل في المسرح؟ يعني بيفتح الساعة كام ويقفل الساعة كام؟ hours؟ قالت لها It's open daily except on، بيفتح كل يوم except on Fridays، ما عدا أيام الجمعة. كل يوم هيكون فاتح ما عدا الجمعة. How much does it cost؟ كم يتكلف ثمن الدخول for children to get in؟ كما يتكلف ثمن الدخول للأطفال؟ قالت لها It's 5 pounds بخمسة جنيه. قلبنا الصفحة وسؤال اختيارات. How not bread did he have؟ طبعا عند bread لا تعد، هسأل عنها بهاو ميني هاو اوفن هاو ماتش هاو اول، طبعا ايه هاو ماتش. I will take a nut of apple pie، انا هاخد دايما فطيرة التفاح، كاب ولا جلاس ولا بيس ولا بوتل؟ طبعا ايه بيس. Not I help you، لما اعرض مساعدة على حد اقول له am ولا are ولا have ولا may، may I help you، وتنفع كمان can I help you، دي هل يمكنني مساعدتك. One of America's favorite، one of America's favorite nut is ice cream، الايس كريم ده ايه؟ تشيرنز ولا ديزيرتس، ديزرتس ولا ديزيرتس ولا ستورس؟ طبعا ديزرتس دي يعني صحاري، دي ديزيرتس يعني ايه؟ التحلية. طبعا افضل التحلية عند الامريكان هو الايس كريم. جرام باع الجد علي is the nut of the new restaurant، فريند ولا اونر ولا فارمر ولا تيتشر؟ طبعا ايه اونر، يعني ايه مالك او صاحب. I need a haircut، انا محتاج قصة شعر. I'll go to the، هروح فين عشان اقص شعري؟ باربرز شوب ولا لايبراري ولا سينما ولا بوست اوفيس؟ طبعا اروح الباربرز شوب. Not invented the ice cream، what ولا وين ولا هو ولا وير؟ طبعا هو invented ice cream، يعني ما نخترع الايس كريم. There is a bank not to our house، next ولا أباب ولا أندر ولا أون؟ طبعا عندي تو يبقى إيه نيكست تو، هي بس اللي تنفع يعني بجانب أو بجوار. سيركل ذا أود ويرد ذا بليست ويز أكوركت وان، بيقول لي إيه بقى؟ بلو أزرق، بتوين بين، أون على، أندر تحت. طبعا إيه دي المختلفة، دي بروبوزيشن أوف لوكيشن اللي هو حروف الجر بتاعة المكان. أنا هقول مثلا إيه أباب يعني فوق أو أعلى، سكول مدرسة، هوسبيتال مستشفى، أوفيس يعني مكتب، بوتل يعني زجاجة. طبعا دي مختلفة ودي إيه كلها أماكن. اقول مثلا اي بانك يعني ايه البنك. بريد خبز سلايسز شرائح، بوتلز يعني ايه زجاجات، بيسز يعني قطع، دي كلها كونتينرز حاويات او اي ادوات التجزئه. عند بريد مختلفه اقول مثلا اي كانز يعني علب صفيح من. بيتزا بيتزا، سوب شوربه، ميت لحمه، اسباجيتي اسباجيتي. طبعا دي مختلفه عشان دي ايه اكلات، هجيب اي حاجه بتتاكل اقول مثلا ايه بريد يعني الخبز. وات ما او ماذا، وير كان وهاو، كيف وير اين. طبعا دي مختلف عشان دي كلها كلمات استفهام، اقول مثلا ايه كلمه استفهام واي. القطع اي ليف ان ابيك تاون، انا عايش في مدينه كبيره. ذير از ان اندر جراوند ان فرونت اوف ذا ترين ستيشن، عندنا مترو الانفاق امام الايه محطه القطار. نير ذا هاوس بجانب المنزل. وي كان سي ا لايبراري، نستطيع ان نرى مكتبه، اسكول ومدرسه، ابانك وكمان بانك ان ابوست اوفيس وايه مكتب البريد. ماي انكل سيز تو مي، عمي بيقول لي يو كان جو تو ذا لايبراري اون فرايديز، هاني تستطيع ان تذهب الى المكتبه ايام الجمعه يا هاني. اي لايك ريدنج بوكس، بحب قراءه الكتب، سو لذلك اي ام جوينج تو ريد بوكس، سوف ايه اذهب لقراءه الكتب هناك في المكتبه. ماي سكول، مدرستي از نير ماي هاوس، المدرسة بتاعتي قريبة من بيتي، so I walk to school، عشان كده بروح المدرسة ماشي. هاني لايكس، هاني بيحب ايه؟ playing ولا reading ولا swimming ولا eating؟ طبعا بيحب reading اللي هو القراءة. he goes to school، بروح المدرسة ايه؟ باي بايك بالدراجة، باي باص بالاتوبيس، on foot على الأقدام ولا باي تاكسي؟ طبعا ايه on foot، بروح سنة على الأقدام، لأن قال لك ايه I walk to school يعني بروح المدرسة ماشي. where is the train station، أين محطة القطار؟ هنقول ايه؟ It's in front of the underground.
لان في اول سطر عندنا الكتاب بيقول لي ايه الاندر جراوند ان فرونت اوف ذا ترين ستيشن، امام الترين ستيشن، يبقى الترين ستيشن برضو ايه امام الاندر جراوند. تمام. طيب وين كان هاني جو تو ذا لايبراري، متى يستطيع هاني الذهاب الى المكتبه؟ امتى؟ هي كان جو اون فرايديز، ايام الجمعه. بعد كده عايز الباراجراف عن ماي سكول، يعني ايه مدرستي. يلا كده نبدا نقول ايه، اي جو تو سكول ايرلي ان ذا مورنينج، اذهب الى مدرستي مبكرا في الصباح. ماي سكول، مدرستي از، تكون near my house، مدرستي بالقرب من بيتي. I always، أنا دايما، walk to school، هي قريبة من بيتي فأنا دايما بروح إيه ماشي. I go to school with my friends، بروح مدرستي مع أصدقائي. وإيه كمان، I like my teachers، أحب معلمي. I like English، وأكتر مادة بحبها الإيه الإنجليش. بعد كده عندنا إيه بانكتويت، هنقول إيه بقى، rearrange قصدي. Where can you get a haircut؟ أين تستطيع أن تحصل على قصة الشعر؟ I'm in the mood for meatballs، أنا لي مزاج إن أنا أكل الميت إيه بولز. تمام. بعد كده حبيب البنكت وود، ار يو اوبن اون فرايديز، طبعا عند الايه اول كلام، وهنا كويستشن مارك. هي وانتس ا كاب اوف كوفي، طبعا عند الاتش اول كلام برضو، وهنا ايه الفول ستوب اهو كده. وبكده حبايبي اكون انتهيت من شرح وحل الوحده الثانيه كلها ان ذا ريستورانت من كتاب الاضواء جيم للصف الثالث الابتدائي الترم الاول 2022، وانتظرونا ان شاء الله في حل باقي الوحدات. وبقول لكم كمان بنحل من جميع الكتب الخارجيه لجميع صفوف المرحله الابتدائيه. بتمنى لكم النجاح البر والتوفيق باذن الله. ما تنسوش تقدروا تعبنا ومجهودنا وتعملوا لايك للفيديو وتشيروه على قد ما تقدروا عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. لو اول مره تشوفوا القناه تشتركوا معانا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. كانت معكم مس هبه رجب من قناه مستر عمي رجب 2، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.